عندنا طباعة ورقيات كافة أختام فواتير فليكس بالإضافة لمطبوعات الحراري بلور حجر رخام كاسات كافة أنواع يعني سجادات يعني كل الطباعات الحرارية موجودة إن شاء الله. طبعاً المعرض الثاني عم شارك فيه العام الماضي كمان شاركت فيه يعني هي فعالية كثير حلوة يعني بالنسبة للبلد بالنسبة للشغل دعاية كشيء حلو للبلد يعني بالنسبة للمنتجات العرض. هلا فايت المعارض هاي بالدرجة الأولى عم تصير هي تسويقي إعلاني بالدرجة الأولى، بالإضافة عم نشوف المنشآت الموجودة بالبلد عنا شو هي يعني في منشآت كثير موجودة ما كنا نعرفها بصراحة. قبل سنتين تم إقامة المعرض، وعام الماضي لم يتم إقامة المعرض بسبب الظروف الصحية اللي مرينا فيها بسبب وباء كورونا. السنة هاي يعني بناء على طلب الصناعيين وبناء على رؤيتنا أنه نحن بحاجة والصناعة بحاجة أنه نقيم هذا المعرض تم إقامة هذا المعرض. طبعا المعرض أكثر من 60 معمل مشارك في هذا المعرض، الأقسام المشاركة فيها صناعة حصير وود دهانات وبطاريات وفي بعض الحرفيين، وطبعا في قسم خاص للألبسة وللغذائيات وكمان للموبيليا.